قال: اعلم أن سالكي هذا الطريق لا يخلون من أحد الحالين، إن سالكي هذا الطريق لا يخلون من أحد الحالين، إما أن يكونوا مريدين، وإما أن يكونوا مرادين. قال السالك: يا هو مريد، يعني طالب يريد يطلب معرفة الله، أو مطلوب لمعرفة الله. مين اللي طالبه؟ الله طالب. هذا المريد والمراد ما يعني موجودة في كل كتب التصوف، الفرق بين المريد والمراد. لكن قبل أن ندخل بما ذكره مولانا عن المريد والمراد، أنا عندي واحدة ثالثة مو ثلاثة، إما مريد أو مراد أو يتسلى نحن، يعني داخل الطريق بالاسم، أخذ ذكر وأخذ الطريق، يوم بيذكر يوم ما بيذكر، بينام بالذكر من أوله لآخره، بس يقول ذكر شريف نوم شريف، بعدين بيفتح بيقول لك هذا النوم صار معي بسبب قوة التجلي. أيوة، فصار معي قوة تجلي، فالله نيمني مشان ما يعني مشان ما مشان اتحمل. ما شاء الله، كمان بيدور على أعذار. هذا النوع الثالث ما ذكره مولانا لأنه ما كان عندهم هالصنف. أما لو كان في زماننا قال السالكون ليسوا مريدين ولا مرادين وإنما لاعبين، لو كان في زماننا هيك كان قال، هي في زمانه الله يقدس سره، كان عنده مريدين وعنده مرادين، في طالبين وفي مطلوبين. سبحان الله. قال: فإن كانوا مرادين فطوبى لهم نيال. إن كانوا مرادين، هذا المطلوب نياله مخطوب، مو خاطب عم يدق بيوت مشان الله جوزوني، لأنين اجوا لعنده على البيت مشان الله تعالى تزوج من عنا. يا سلام، والله على تقل، يعني مو هيك على تقل، هذيك اسمها خطبة بكسر الخاء لأنه مكسور ومهان وزليل. أما خطبة الجمعة اسمها خطبة بضم الخاء لأنه مرفوع، الخطيب وقف فوق على المنبر، الناس كلها تحت عم ينوب عن النبي، فخطبة خطب خطبة. أما إذا راح يدق الباب جوزوني خطبة، خليك تحت. فكيف إذا أنت كنت مطلوب؟ بتجيب مدلل، يعني هذا مدلل.